ابنة مفيد فوزي تكشف تفاصيل حالته الصحية، عنده كسور بالمفاصل والتدخل الجراحي صعب. أخفت الأمر عن الجميع لمدة 10 أيام، ولكن اضطرت بالأخير أنه تكشف الحقيقة. بهيدي الحلقة رح نحكي عن التطورات الصحية الأخيرة لمفيد فوزي. كشفت الكاتبة حنان فوزي وهي بنته للإعلامي مفيد فوزي عن أن والدها تعرض لحادث خطير نجم عنه عدة كسور، وذلك عبر خاصية الستوري على انستغرام. وعن الكسور أوضحت حنان أنه تعرض لكسر في مفاصله بالكتف الأيمن، ولكن بسبب حالته الصحية الصعبة ما قدر الأطباء أنه يتدخلوا جراحيا، فما كان منهم إلا أنه نصحوا يرتاح بشكل تام وياخد الأدوية اللازمة. وأضافت حنان أن والدها مصاب بهيدي الأزمة من حوالي 10 أيام، ولكن لحتى ما تخوف محبينه قررت أنه تخفي الموضوع. وبالرغم من هيك، بسبب كثرة الأسئلة من الأقارب والأصدقاء، قررت حنان أنه تكشف تفاصيل الحالة الصحية لوالدها. أما عن الظهور الإعلامي الأخير لمفيد فوزي فكان ببرنامج زملكاوي في 20 يناير، وخلال الحلقة كشف رأيه عن عدد كبير من النجوم مشجعي فريق الزمالك. على صعيد آخر، انتشرت بالفترة الماضية أخبار عن أنه مفيد فوزي مصاب بفيروس كورونا وحالته الصحية متردية جدا، ولكن الأخير نفى هذا الخبر نفيا قاطعا وأكد أنه مش مصاب وأنه حالته الصحية جيدة وعم يقضي وقت سعيد مع عيلته. بسياق مختلف، أثار مفيد فوزي الجدل بالفترة الماضية، وذلك لأنه انتقد عمرو دياب واعتبر أنه ما عنده صوت جميل بل كاريزما وطرافة وشخصية اجتماعية محببة، وانتقدوا أيضا لأنه ما بيشارك بأي عمل قومي لمصر. وأنه نجاحه هو بسبب شخصيته وليس بسبب موهبته. يشار إلى أنه مفيد فوزي من أشهر الوجوه الإعلامية بمصر وحقق شهرة كبيرة بمسيرته المهنية، كما أنه حصل على لقب المحاور بسبب براعته بإدارة الحوارات.